نادي وانه جت خلاص تعالي موت الفجأة في كل مكان يخطف غنيين يخطف روح قلبي سؤالي لما نعي ان صاحبك مات وجبنا ما عدتها بعد ساعات ويلا بسرعة وضع اوان واحضر غسل وجد اخوات تعالى وشوف الضحكة في وشه غير ساكت ساكت عيشه أمه تبكي عليه الحسرة أمه بجد خلاص تموت وقت اللحظة أنا كنت سكوت عقلي راح مني بشتاتة كان وسطينا زي البارح عايش راضي ألف مثال طيبة قلب كانت يكون والخير دايما يجيبني بطالة لابس تدله وبدله شياكه فرحه عمره لايقه عليه بس عيون الناس فشاكه شافوه حسدوه ولا سموا عليه رد عليا يا صاحبي وقول لي ان دموع الناس كتابه وان انا بحلى لانك تموت وانك تموت حرم اسحابه في وعدك ليا زمان ابدا نتفرق تفضل جنبي في كل مكان ليه دلوقتي يشتكي في اي كلام هو صديقي مش رابع وانك رايح كده مش راجع وان الدنيا خلاص اسودت واني هعيش بعدك في مواجع حصالت عمري كل صحابي ما كنت لحظه سيئ الارض سبني وحدي اسير لعذابي سبني الدنيا عود الصبر جايلك بكره يا صاحبي اكيد يحمي العرش الطيب مهيب ده المتحزن في اله ربي وعده اجعل ارضي المحشرين هو احنا اولا واخيرا بنشكر النادي المصادفين نادي اصحاب البلاد بنشكر النادي الدكتور الكبير عبد الحليم وبنشكر رئيس اللجنه الثقافيه الاثير والناقد احمد حافظ الان مع شاعرنا الراقي